معناها ما نجمش انا يومي نخدم معناها كل يوم يومي ما يحلاني نهار اللي ما نمشى على الشلمو ونخدم معناها هذاك يومي برنامجي يومي سيف شتا معناها هذاك هو يومي البرنامج حياتي كلها هكاك يعني ما يحلاني نهار ما نخدم طايع هكا براسليات ولا يا خرامي عندي توا 15 سنه معناها بالدومين هذايا حسيتها جديدة في تونس واخترت الصنعة هذه اللي هي باب وشلمو بالفرنسية بالعربية باللون بنفاذة النار اخترت المهنة هذه والتقبيل هذه وانا عجبتني ووصلت على الفرماسيون في عامين اخترت دومين النار عجبتني الخدمة وكل شيء عجبتني وفيها حسيت فيها معناها فيها النظافة والتركيز وما حسيت حاجة معناها تبعتني نحب حاجة فيها تركيز وكل شيء وصنعة وحاجة من متقنة وانا عملت عميل فورماسيون بعد قررت اني نعمل بروجي ونحل الحساب الخاص وانا كنت نعمل في بعض المشروع سلوك كارسي اللي هو باب كولوني معروف برشا في مورانو وهذا مستحيل يتفهم في تونس هني اللي باب كولوني هذوما يخلوه لي باب حاجات فما لي باب بروس لي باب هو المتاعب اللي نخدم بها انا بيريكس المتاعب اللي نخدم بها انا فما فيه دي باكيت باكيت والا تيوب انا نخدم ما فماش باكيت انا نخدم باليوتيوب اليوتيوب هذوما لو نقعدهم باكيت صغيرة بعد الباكيت هذيكا ندورها والفكرة اللي عندي نستقبل نجيب بعض الضوئية بالباس بالقص كل شيء نشكل الموتيف اللي في مخي معناها سواء مش نصنع بعض عشرة مش نصنع قلب نصنع دفعة